سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. الفيديو تاع اليوم كيما راكم تشوفوا لي ماشي شابين ماشي محروقين ماشي ناشفين ماشي طالعين يعني معمرين بليزونتان، بورتون راهم تري تري كلير. اذا تحبوا لي ماشي هكا في الكلير تبعوا الفيديو للاخر. فوالا مانيش راح نطول عليكم، راح نمدكم غير المعلومات اللي يفيدكم واللي يهمكم. فوالا كيما راكم تشوفوا الشعر كيفاش كان فوالا وكيفاش ولا. علاش تاني درتهم لها بالبلوندور تاع لا مارك ميس كلير كيما راكم تشوفوا هنايا. عندي هذه المجموعه كون هضرت لكم على تاع لي بواط، وعندهم تاني هادوما. شوفوا لا مارك ميس كلير عندهم لاجو غام في البلوندور، عندهم بزاف انواع. نتوما كي تروحوا تشرو اقراو هنايا، هنايا تلقاوه واش راهم كاتبين. هذا يطلع لكم نافتون، هذا يطلع نافتون. الفرق ما بيناتهم هذا يا سون زامونيا، يعني لي فام اون سانت كي تحبوا ديروا تغييرات، يعني تحب ديري نيو لوك اشري هدايا لي سون زامونياك. فوالا هدايا مخدوم بالكيغاتين، يطلع لك البلون بالخف. فوالا وفيه تاني البلاكس، يعني نوع من انواع الحمايه. عندهم بزاف بزاف انواع. هذا تاني كيف كيف يطلع لك نافتون، تاني مخدوم بالكيغاتين وفيه نوع من انواع الحمايه. يطلع لك البلاتين. فوالا هم لك، وكل وحده هكا صغيره ساشي صغيره، هذه فيها 150 غرام، يعني اللي راهي في الدار تحب تخدم به ولا اللي راهي تعلم تشري هكا. وفي الصالونات تلقى وحده كبار كيما هكذا، هدايا فيها رطل هكا البنات. هاي لك هذه الصغيره، هاي لك ديالو الكبيره. فوالا كيف كيف هذه الصغيره، هاي لك الكبيره اللي درت لكم بها هنايا. دوك تشوفوا الفيديو هذا. فوالا وهذا هي الفورمول تاعو ايطاليان، يعني البلوندور لا بودغ من ايطاليا، والمونتاج هنايا فهمتوني البنات. فوالا كيما راكم تشوفوا، وكامل هادو ميداغو ماركيتو دو زونا. واش معناتها؟ معناتها اثنين في واحد، معناتها هذه لا بودغ ديكولورونت فيها بروتيكسيون، فيها نوع من الحمايه. واش معناتها بروتيكسيون البنات؟ خاطش كاين اللي يفهموا انه كي يقول لكم بلاكس معناتها الشعره ما طلع لكمش بالخف. نو، معناتها الشعره ما تفاعلش. كي نخلطوا البلوندور والاكسيدون دائما نحسوا هذاك البلوندور تمتم هكا يطلع يخمر، يا في البول يا في الشعره. هذا يا بلاكس نو، ماشي تمتم يخلع لك الشعره يطلع لك شويه بالخف ومن بعد يطرطقها لك تحرق بالخف. هذا يا نو، يعني يبدا يطلع لك في ليماج تاعك تدريجيا، على بها تشوفوا شعره ماشي محروقه وماشي مطرطقه. شوفوا لا مارك ميس كلير تلقاوها عند كامل 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 لي كوزميتيك، معروفه ما كاينش اللي ما يعرفهاش. وهذه هي كيما راكم تشوفوا، بعد ما طلعوا لها ليماج شللت لها رطبت لها شعرها بيان سور بماسك، نحيت لها البوني. من بعد واش درت لها؟ هدايا نيميرو 902 تاع لا مارك بيبي روز. فوالا هاي لك لابواط، لابواط لي كيما هادي البنات تاع لا مارك بيبي روز. فوالا هدي هي مع اوكسيدون 10 فوليوم. هذا هو البنات 10 فوليوم ولا 20 فوليوم تاع لا مارك ميس كلير. فوالا هدي هي نورمالمون درت لكم كلش. عينك يا ميزانك كي تشوفي اللون طفى وخرج لك اللون، روحي شليهولها وديرلها بروشينغ. وبصحتكم، هذا هو الفيديو تاع اليوم، وكاين فيديو اللي حنحطه لكم على التفتيح اللي راهو داير حاله. راهم يقولوا في التيك توك سحب اللون، كاين بزاف انواع، النيميرو 25 اللي هو البلاتين، البي ان. من وقتاش نديروا سحب اللون بهادوما؟ خطا البنات. غدوه ولا بعد غدوه راح نحط لكم فيديو راح نفهمكم في سحب اللون واش معناته. يعني اللي راهي تعلم ولا اللي راهي حابه تخدم شعرها، الفيديو هذا راه رايح يفيدكم بزاف. هذه هي، والى فيديو اخر، والسلام عليكم.